على رشاشة الجديد وجينا اليوم ناخذ أغراضنا. فضيفنا الياس منصور، شو طالب؟ شوربة البصل. إيه شو طيبة هذا بنعملها أصولها. شوربة البصل على فرنسا دغري، جاي من باري، بس هون خفف علي لبكي من ساعة الباذنجان، مش طالب شيء حلو، يعمل لك إياها بشكل من دون ما نقلي الزيت مع الباذنجان هيك ويشرب زيت الباذنجان، الباذنجان يشرب زيت، الزيت يشرب باذنجان، الباذنجان يشرب زيت. لا شو طالب بعد؟ إيه بجاتوه بالتمر والمكسرات بنكهة البرتقال. يي أكيد لك مين ما عنده نكهة البرتقال بلبنان؟ لبنان بلد الحمضيات. لك تكرم على عيونك يا حبيبي، تكرم. الياس يا الياس، للوس يا للوس، بدك شربة البصل إيه؟ انت عم تكعي للشيف انطوان، يمكن ما بيعرفوا هيك عم تقول. شوربة البصل بدها بصل، والمسقعة بدها بصل. لا منيح، كيفك؟ كبار. انا مرة شفتك هلا، ايه لايكك البصل، لايكي بده شوربة البصل. انا خلو يون كبار البصل، مو بصل. هاي مني لايك شو حلو، وهاي كمان لايك. هون حطينا بصل، هلا بدنا باذنجان. بصل اخذنا الاثنين، المسقف بحب البصل هيك، هيئته ياس منصور بحب البصل وصحي. وقال لك انا هيك بدي اكل افطار مع الشيف انطوان، خليني اكل شيء صحي. اوه هاي باذنجانه حلوه، هاي باذنجانه حلوه. وهون هون لايك لايك، تلمع تلميع لايك 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 لايك. هيدي هي بزياده اغرى، عم نتوفق له. هاني هالياس منصور، هاني ما في منه. وهذا الثوم المسقعة، بتحب الثوم؟ ناخذ له حبتين لانه صغار بس منيح. وبدنا توست، عم نبرمش، عم تحضى بتوست منيح. هون هون هاي التوست، هون هون التوست، بدنا توست، بدنا توست، بدنا اياها هيدي البيضة. وهذه الجبنة أحلى جبنة، أحلى جبنة. لك وين جران شيف؟ يا عيني على جران شيف، شو علي جران شيف؟ يا هيك تكون جران شيف أو بلير؟ شو هاي؟ جاتو بالبرتقال بدي تسويه. أنا ناخد طحين جران شيف، وأنا ناخد سكر بون بري، بدنا قلوبيات، بدنا لوز، زبيب. يا شك شو الزبيب الحلو، بس انا بدي اشقر، بدي احب الزبيب الاشقر انا. والتمر حدي، لك وين والتمر؟ والتمر كله حدي، ويا تمر. وهيك بيكون غراضنا خلصوا، وامنا له اكله لخينا الياس منصور مع ضيوفه على الافطار، ويكرم عيونه. الياس منصور يا الياس منصور، تكرم تكرم عيونك. سقعة باذنجان قد ما مسقعة، وكمان طالب جاتوه بالتمر والمكسرات، بتحب طعم التمر. لك انت مزوي مزوي. بنحييكم على الشاشة الجليل، رح كون معكم يوميا بتيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة 12 للساعة 1:30 مع أحلى الفنانين والمؤلدين. وبناخذ اتصالاتكم على المباشرة وبنجاوبكم مباشر. اليوم معنا أحلى فنان الياس منصور. كيفك يا الياس؟ نذكر الله وانت. شو عجبك الريبورتاج؟ والله الريبورتاج رائع جدا صراحه. شفتك عم تضحك. يعني ليك انا هالمره قلت عن جد انه انا اليوم رح فيلم من عندك، الجمعه الجايه رح يكون في تصوير تقليد لشيف انطوان. خلص انا بعد مش عاملها، بعد لحد هلا مش عاملها بعد. بعد خفت مكسر الشاشات شيف انطوان. يا محرك انه بيعمل شيء. ايه بحطك مطرخك، حطك وبعملك هريسه منيح. خلص نعملك هريسه لازم. يلا تفضل معنا نشوف شو ساعدنا اليوم. اليوم شو رح نعمل؟ شوف لايك لايك، شربت صار لي ساعة بحكي، مبحيت شربت البصل جاي من باري دغري. شربت البصل انا ناطرة مناطرة، ناطرة مسقعة الباذنجان. يا 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 وجاتو بالتمر والمكسرات، بدك تغذي حالك طبعا، بدك تخلي الذاكرة قوية، ما في مجال، لا فيك تقلد. مين آخر واحد قلدته؟ وين تشوف؟ والله اخر حدا قلدته هو اليسا. اليسا. ايه طيب يلا قلد شو، يلا قبل ما بلش الحلقه. طيب بونسوار بونجور لكل متابعينا على الجديد، معكم اليسا والشيف انطوان. اليوم رح نعمل
شوربة البصل. أنا مش بصلي قد فوتني على الباب المغلوق. أوكي، بدي أقول شغلة كتير مهمة، إنه الأهم شيء مساعة الباذنجان تكون طيبة، يكون فيها كرم، يكون فيها حب، لأنه إذا كنت بخيل ما تطبخ، فكون مثل شاف أنطوان. ميرسي. يلا شو ما نبلش؟ يلا رح نبلش شوربة البصل. شوربة البصل ما فينا نشتغل فيها إذا ما عم يكون عندنا عظام خواص الفون، يعني أوكي. يا عظام أو جوانح، أو جوانح. رح ناخذ اتصال، يلا منتابع. ألو، بونجور سياف. بونجورين، يا أهلا وسهلا. عفرك دين وراك، وين ما بتكون وراك وراك. يا أهلا وسهلا. شيف أنطوان، بدي أسألك، الثوم البودرة بينعمل للثوم الدجاج؟ بينعمل، نعم. كيف طريقته؟ بتحطي كبايتين مي بطنجرة، حطي معهم ثلاث ملاعق كبار ثوم بودرة، حطي معهم ثلث كباية زيت. ثلث الكباية؟ ثلث الكباية، نعم، زيت. نعم. زيت نباتي. نعم. بتضيفي معهم ملح، ملعقة صغيرة. نعم. نشا ست ملاعق، نشا الذرة كبار. هالكمية هاي ست ملاعق؟ نعم. تحطيهم على النار وبتحركيهم. نعم. بيشدوا معك، شليهم، اسكبيهم بجاط. كل شوي حركيهم وبعدين تستعمليهم، بيهدوا عندك 15 يوم. يعني ما في لزوم نرجع نحطهم بالمكنة ونحط زيت. هديك غير طريقة، هيك بودرة على الحل بتمشي معي. اوكي. اوكي؟ طيب شيف. تكرم عيوني. سلم ديتك. شو لقيت منيحة؟ والله فكرة جهنمية، أنا على طول بقعد دقدق بهالثوم وبعمل. هاي هاي. خلص رح أجيب بودرة بصل وصير أعملها. وخلصت، بودرة بصل، بودرة ثوم. عملت البصل ثوم. هون بالاول بدنا نساوي لقلب الجاتو، بدنا نلبسه ورق او مندهنه زبده، او مندهنه زبده وبنحط عليه طحين، او مندهنه زيت وبنحط طحين. لنفرجيهم كيف عملنا الورقه بالنص. نعمل هيك لورقه زبده، نطويها الطوية، من هون هيك، كمان برجع هيدي من هون لهون بعملها هيك، من هون هيك، ومن هون هيك، وهيك بيجي بحطها اكتر شوي من النص. حلو. اوكي، شوي صغيرة لتاخد معي. برجع بقصة، بفتحها تطلع معي على داير القلب. حلو. رح ارجع استعملها، مع انه مستعملين ليعرفوا انه نحن لقلها دغري هيدي. اوكي؟ هلا الطرف يلي هو من هون نفس ورق الزبده، نعمل 6 سم تقريبا، وعلى طرف الطاوله بنقصها. بتقصها. بتقصها. اوكي. لتهدى معنا. بتعملها داير منظار. ايه، بس لتهدى معنا بنلقط بالزبده. شقف زبدة صغار دير من دار ال اللي طلعت عليه. أوكي. بس هلا عم نعلمهم كيف يسووا. حلو. هلا كيف سنورك انت الخفق؟ اوه يلا جيبت انا اخفق. هي اجا من يريحني انا. اجا من يريحني. والله يا شيف أنطوان انا بطبخ اجلك. بتطبخ ولا قديش صار لك بالطبخ؟ الي هاي التوم. الي زمان كثير بطبخ، كنت بطبخ مع امي. تحية لروح على امي. تحية لروح. حبيبي. وكل الاميات اللي توفوا. وتعلمت الطبخ منها، هي علمتني كل شيء، علمتني كيف اطبخ، علمتني كيف. خلص بدك شيء؟ يلا باي، كمل انت. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا الكرام، اليوم حلقتنا معكم انا الشيف الياس منصور. اليوم رح نحضر شوربة البصل. كل بصل وانسى اللي حصل. خلينا نبلش نخفق اول شيء، بس ما بعرف شو بدي اخفق. شيف أنطوان فل وتركني. قول الو بس لانه في اتصال ناطر. الو. بونجور. بونجورين. يعطيك العافيه شيف أنطوان. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك. ما تفل دخيلك، ما تفل، احنا ما بنستغني عنك. تسلمي، كلك ذوق. تسلمي لاي قناه بتطلع عليها. تسلمي، كلك ذوق. ايوه. ونحن كثير بنفتخر فيك. تسلمي، شكرا لمحبتك. عندي سؤالين بليز. تكرم عيوني. بدي طريقه المقلوب يعمل معروف. نعم. وتاني سؤال، من وين جايب سمنه الجولدن بليت؟ لانه ما عم بلاقيها باي سوبر ماركت.
عم نتعذب صراحة نلاقيها. مزبوط، هو جاب لنا إياها. ينزلوها على السوق. طيب بدك الصراحة؟ هو جابها. بدي السمنة ما عم لاقيها، برمنا ثلاث أرباع سوبر ماركت عم بيحطوا لها دعايتها بس ما عم بيحطوها بالسوبر ماركت، يعني نزلوها. برمت ثلاث أرباع بعد في ربع. طيب. يعطيك العافية. يلا هلا بشرح لك المساء هالمقلوبة تكرمي. يلا رح نبلش بقلب الجاتو لأنه كل شيء بده وقت على النار. يلا هو يلي منبلش فيه هذا البيض. أول شيء لبس الكفوف مول معروف، يعني جاي تشتغل وتشتغل شو هيك عزم لي إفطار وتجاي عند الشيف أنطوان على الجديد بدون ما تيجي تساعدني؟ أمري لا ربي وهو طول بياخد لي حقي ومهما يطول وظلمك على قلبي ادعي انا لربي وعني هواك يطول. يعني انا ظالمك هلا؟ ايه بسيطه. بسيطه مسقعه مقلوبه الباذنجان. بنجيب الباذنجان بنشويه بالفرن مع نتفه زيت او بالمقليه بنشويه، مش ضروري نكتر زيت لنقلي. شوف هون شو بدي اعمل. نقي لي الحبه المليحه بالاول جلسه هيك نقي. يلا نقي حبه الجلسه. ايه برافو، ما مش هالشاطر. هون بنضل منتبهين لنضيف لنشيل المرقه. كم حبه بدك شايف؟ شو 8 9 يلا. 9 عملهم بيطلعوا 9. ايه بيطلعوا. ما في شيء ما بيطلع مع نزبة كرم يا شايف. أنا نزبة كرم إذا ما طلعوا بطلعون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وأنا بقول 9 وخلصنا. يلا تعال نشوف هون. يلا زي بنفرم الجوز. بنفرمه خشن بالآلة الكهربائية الماجيميكس. أوه يخز العين يخز العين. ليك حنفكر حملها معي على الماجيميكس، ما عنديش وحدة بالبيت. ممنوع. وانا بشو بشتغل هون بالجديد؟ حاول طحناه هون ما بيغلى علي نسي يا سيف. انا مزبوط مزبوط. يلا جيب لي ال... يلا مش هتعال نجيبه. انا بجيب لك كاجو لاوز نسويهم كمان على الماجيميك. تعا ايه شو لك كان. يلا هي اللاوز هالمكنة كتير مهمة بالبيت، بتحل كتير مشاكل. يعني إذا اختلفوا الرجال والمرأة هي بتصلحهم. والمرأة بتحط جوزة بالمازي ميكس وبتطحنه بتبرميه 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 تيدوخ تيدوخ. بس يدوخ كبي. هي الكاجو. أوه. مثل ما انكم شايفين هلا طحننا كل انواع النات المفيده للجسم والبشره. كوني مثل نجوى كرم ودهني وجهك بالنات والجوز والزبيب وال وكل الانواع الحلوه اللي الانزيم لازم يصنعها. انا قلت لك بدي 9 كلهم المطحونين، شو بعمل فيهم هلا انا؟ معقوله؟ بدي اخلعه لهالتم. جاي غنجك انا كلي قبل ما تعديهم. اي حاضر اكيد اكيد. اي يلا كسري بيض. انا كسر عنك بيض احسن ما تصير هونيك البيضه. طيب يون. اوه الدجاجات كانوا ماشيين على الطريق هلا. على فكره انا باين عنده محل دجاج. عنده محل دجاج. اي والله ما تعمل لها داعي. شو مزرعه للعمر. مزرعه دجاج بلدي يعني. اي طبعا. اوه هيك مغزى انت. وين الخلاطة؟ ما في خلاط، بإيدك بدك تخلطهم. مشحرين. شو جاي هيك تتفرج يعني عندي؟ هي معك، مش أنا قلت لك بدك ياني تعمل لي إفطار؟ أنت قلت لي. إيه؟ إيه. بدك أنت تحضر لي إفطار أنا بدي أحضره. قلت لي أنا بساعدك. هلا عم تغير رأيك. خلص رح ساعدك، شو بدي أعمل أمر لله. يلا بناخذ اتصال، قول ألو لشو. ألو. ألو. مرحبا. مرحبا، يعطيكم العافية. شيف أنطوان يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي، أهلا وسهلا فيك.
شو هالضيوف المرتبين والحلوين. تسلم كلك زاوية، هي من محبتك. الله يسلمنا اياك. شيخ انطوان بدي منك خلطة الزعتر. خلطة يعني الزعتر؟ عندي زعتر بلدي ورا زبيع؟ التحويجي تبعه، التحويجي تكون مرتبة. نعم. عزوك تكون. أنت يعني عندك الزعتر الأخضر. الزعتر الأخضر الورق البلدي اللي بنلمه من ال إيه بدك تعمله سلطة يعني؟ لا بدي يبسته، بدي أحط له التحويجي تبعه. بس هذا مش الزعتر البري، الزعتر البري اللي بيحطوا له التحويجي، هذا بيتاكل أخضر أو بينكدى أو بينكبس أو بيتنشف وبينحط على وجه السلطة. أنا عندي الزعتر البلدي اللي اللي ميبسه وبدي احط له تحط له السمسم والسماء. الو الو، يعني بدك تحط له السمسم والسماء والملح؟ صح. اوكي، لكل كيلو زعتر 250 سماء. نعم. و 250 سمسم، والحسب حسب ما واحد هو بده. نعم. وملح ملعقه كبيره مدقوقه، مدقوقه منيح. اوكي بس هاو؟ ايه بس هاو. بدك بعد؟ بتاكل اصابيعك وراهم. حط ذره و هلا فيك تطحن قضامي صفرة. نعم. شو ايه وتحطهم معهم؟ لا مش عم تطعك. مزبوط مزبوط. اوكي ميرسي كثير شيخ. تكرم حبيب القلب، تكرم. يلا صفرة. هلا لنكون جبنا جوزي، بدي وقف الشغل هون. يلا. انا زعلت هون. ليش زعلت؟ بدي وقف الشغل، بدي تسع جوزات. بقول لك موال لحتى تنبسط؟ اكيد، يلا بلش لي بالموال. قل لي هالموال. الو تعا 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 نمر سوا بشي ليل بترجعك عبلاد في هم وويل مفهومي معلايش معلايش يحكوا البشر عني انا وياك مجنون هربت معه بالعمر مجنون. كيف؟ تمام هذا المطلوب. هلا انا مش هم تروح ايدك، انا يحش البتنجان عنك يا عم. مش هال بس مش كله يحشه، شو خلي لك شوي. اوكي بقلبه أحلى، أول شيء للمنظر. أفضل أفضل. وتاني شيء للغذاء، ليش ما نكب القشرة؟ شو بيها القشرة؟ هي القشرة مفيدة. إيه؟ طب ليش العالم على طول بتشيل كل القشرة؟ تعودت هيك من زمان وماشي، تعودت ومشيت الحال. أنا عم نسوي لهم نص قشرة. هلا بنترك نص النص القشر موجودين بقلبهم. إيه، والنص التاني لبعد أربع خمس سنين لقدام، عشر سنين بيصيروا يقشروها كلها، بصيروا معشي قشروا. حلو معشي قشروا. قطشة بشيل باذنجان على فكرة. وناخذ اتصال، ما مش هناك بتحبه أنت. ألو ألو ألو، بونجور شيف. بونجورين، يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيكي، كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام شيف. شيف بدي حشوة الرقاقات. ثلاث أنواع جبنة. وحدة فيتا. جبنة بس. وحدة فيتا. وحدة كيوي تحليها شوي. وحدة فتة. وطي شوي التي في عندي كمان اللي معروف. اوكي. بدنا نشيل الزفرة. اوكي. وحدة فتة، قلنا 200 جرام فتة. 200 جرام جبنة كيوي محلية. و200 جرام جبنة موتزاريلا. حليها جبنة الأكاوي شو ساعة، قطعيها شرحات وحليها، بريشيها معهم كلهم سوا، بريشيهم على بعضهم. الموتزاريلا بتكون مبروشة خالصة. بعدين حطي لهم بيضة شوي صغيرة، برجوز طيب، كبش قرنفل نتف صغيرة، وشوي بهار أبيض. ملح ما بتحطي أبدا. أوكي. وبيطلع عندك أحلى عجينة. عجينة الرقاقات بدك تجيبيها بس تحطيها وتحطي فيها الحشوة على راسها من فوق، دهنيها بيض مخفوق. اوكي اوكي شيف، ميرسي كثير لك. تكرمي تكرمي عيوني. صار زلزال. على فكرة أنا على فكرة شو؟ بعملها هي ذاتها، هيدا اللي أنت عم تقولها، الرقاقات الجبنة.
ما انت ما انا تعلمت منك اه تعلمت اي مظبوط ايه علمتك انت يعني انا طول تابعك واخذت منك يعني منيح قلت لا اعرف اشرحها انا مزبوط. بس هيدي هي العمليه يعني كتر خيرك يعني انت عم تعمل خير كتير والله يا شيف الخير بيجي من طبع الانسان والمحبه بتجي من طبع الاثنين وانت المحبه خلقت فيك شايف عم تكب على كل هالتلفزيونات اه خلصت من اخرها يلا رح توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا مع ضيفنا المحبوب الياس منصور ومنتابع حلقتنا عبر الجريد يلا نرجع للقطو جحشلك يا الشقنا البتنجان يلا حرك لنشوف عندك حرك لنشوف حرك هلا رح نبلش بالقطو ايه بنبلش بالقطو نرجع يلا حرك قوي شوي ايدك قوية قوي بعد 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 اللي شو ماجي ميكس انت يلا نحط سكر ما شاء الله يا ويلي شو بحب السكر قديك قديك سكر نحط شاف 300 جرام 300 جرام قوي هن مكيلين حلو هالليبرا نحط معهم برش حامض حلو عشان الزنخة حلو انا الماما كانت تحط برش حامض الله يرحمها فانيليا فانيلا برش برد اهن برش برد اهن ليمون اه برتقال برتقال اه هيك بتعرفها انت ايه, ايه. اللي انا بعرف برج اهن انت تخزني فيها برتقال بنحط هلا هني الجوز اوه خفف شوية تحريك هلا خفف تحريك اعطيني اياها هيدي تفضل لنشيلها ونجيب بعطيك بلعة خشب ما نحط كمان اللوز والجوز كلهم مع بعضهم ايه شو لك بدي غزيك لتضل هيك الذاكرة التقليد عندك قوية شو هيك يلا حرك يلا وبناخد اتصال الو 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 اهلا مدام تفضلي بونجور بونجور صباح الخير العافيه نشكر الله شيف بدي اسالك نعم. لما بعمل شيخ المحشي او بس بحب تكون الباذنجانه كلها سوا صغيره اول شيء بملحها وبحطها على المصفايه لينزل المي منها لما بقليها وقت بطبخها بدنا نقصها بتعمل غلاف حولها انت مش عم تحطيها مش عم تقصيها قبل وتفوتيها على الفرن او تقليها؟ لا بقليها لا قصيها واقليها لما بيسوى كلها سوا؟ بيسوى بس شقيها مشان ما تعمل هالغلاف وتقسى معك زيت برايك لانه من ملحها يعني لا بدها تمليح اذا ما ملحناها بتشرب زيت كثير هي المشكله انه بتشرب زيت وفيكي تشويها شوي بالفرن ما بيأثر عيني ما بيتغير لونه انت شو المشكله عندك هل بتنجاني نعم وخليتيها كامله ومطوله مزبوط صح اوكي وحطيت فيها شق اعملي شق بالنص ما هو هيك ايه وقليها تعب بتحشيها ما بيعمل الغلاف ساعتها ايه ايه هو هني هيك ما عادش يعمل غلاف طيب شوف هلا يعطيكم الف عافيه الله يعافيك عيوني شوف هلا شو بدي اسوي يلا وقف تحريك ولا بكمل لا واقف حرام انت هون عندي فيني استعملوا التمر اثنين تمر ايه فيها تمر مع مع البذره وتمر العاده اه فين مع ايه فيني استعملوا اثنين اوكي هاي تبع البذره يعني هيدا الكيك كله بروتين على الحل كله بروتين على الحل يعني هيدا لكل الشباب والصبايا غذاء على الحل لازم كل واحد يعمله ببيته اليوم اسمعوا مني وتعلموا انا رفيقك وصاني فيك مشان هيك ايه هياها هلا هولي العجوه اكيد بنكبها ايه اكيد هون لك شو بنعمل بدي هولي اقطعهم وتقطعهم شقف هول شقف حيلا اوكي يعني مش ضروري امشي بشيء معين عشوائي وهي بدي اقطعها كمان وبدي اضيف معهم طحين
لانه اذا ما ضفت شويه طحين معهم بيجوا بيصيروا بكعب ال بيصيروا تحت. ايه مزبوط بس بيزحطوا. ايه معك حق. بهالطريقه ببطلوا يزحطوا. وبدي استعمل نفس الطحين يلي هو انا عم جايبه يعني. هيدي هيك. يلا قول الو. الو الو بونجور. بونجور صباح الخير. يعطيكم الف عافيه. ميرسي. عقبال كل سنه. تسلمي كلك ذوق. رمضان كريم. اوكي. سيف انطوان. نعم. عندي شقفة فخذ غنم. نعم. تنعمل كباب اذا فرمتها. اكيد. اطيب كباب هي. اوه. اوكي. بفرمها ناعمة وسط خشب. لا ناعمة. ناعمة. دورين عن ناعم. نعم. حطي لها بصلي وبقدونس. بصل. بقدونس. بقدونس. واشتغلي فيها. ملي ارصيها وحطيها على السياخ وشوية. بس ليك الشوي حساس هون. نعم. لاي. لخبرك لاي. لانه غنم بتكون مدهنة. نعم. اذا حطيت السيخ هيك وتركتي بيقشط. طيب من تحت. حطيتها بالفرن. ما في مشكلة. بس منشان الفحم. نعم. لانه افترض بك تشوي بالفحم. حطيها نعم. هيك. بس تحطيهم. رجعي دغري قلبيها. ببطل يفرط. نعم. وبالفرن ما بتفرط. في الا بهارات. في إلى بهارات بس ملح بهار أسود حلو. نعم. وشوي صغيرة قرفة. قرفة بس شوي صغيرة. نعم. بدها شي كعك طحين؟ لا 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 ولا شي ولا شي. ميرسي شيف أنطوان. تكرمي عيونك بخاطرك. طيبة هيدي اللي عم تعملها. ايه. يلا هلا اخفق لي هون. يلا بسم الله. بسم الله. انا سنت الجاي يا شيف انطوان قررت جيب لك هيدي الماجي ميكس الحريك تبع الجاتويات. لا لا لانه دايما عس عندنا هلا الفيزيوثيرابي بده بلش من هاو لتحت. نجيبه نجيبه معك مش عارف اللي شغلك. اوه ريحه بتشق القلب يا جماعه مش قادر اوصف لكم. وهون نمسح طاولتنا. ما شاء الله. والمرقة ماشي عنا لشربة البصل. هلا بنجيب البيكنج باودر. أهم شيء ما ننسي. حرك حرك يا حرام. حرك راحت إيده. عمل إيه زبل واحد. تايم ونص. إيه. يا. انا كان لازم اجيب معي مدير اعمالي يشغل حرك. انا طالع حرك على الهوا. معلش معلش اول 200 سنه صعبين. طب يلا هيت عنك. يلا دورك. حط لي ليمون. يلا حط شوي شوي ليمون. يلا شوي شوي. قلنا شو انا شايف كأنه ماشي على عين المي انت هلا. والله الليمونات بشهوا. اوعى تشربهم. لا خلص اوعى. والله بلبسك هودي. بدنا اياهم للجاتوه شو. يلا حط. بسم الله. يلا عفيك. ومناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور كيف كون؟ صباح صباح الخير. بليز بقدر احكي شيف اساله سؤال؟ اكيد. شيف اذا واحد عمل عزيمه وضل في سفيحه بنحطها بالثلاجه قديه بتضاين؟ انتبهي اول شيء بريك تحطيهم على صينية في الشي فوق بعضه. نعم. اوكي؟ نعم. اذا بدك تحطي فوق بعضها اول صف حطي نايلون ورق خشخاش او نايلون. حطي الصف الثاني بدك تفرزيهم بالفريزر بالاول 3 ساعات لوحدهم. لا لا مطبوخين معمولين. لا عارف عارف انا عارف. ما اذا حطيتيهم فوق بعضهم بيلزقوا يرجعوا عيني بالفريزر. بدي ارجع عدلك. يعني منو نيين هن. يا عيوني عارف يا عيوني انت عارف. ايه. هاي صينية. نعم نعم. بتحطي عليها طبقة صفيحة. وبيرجع نايلون وبيرجع طبقة تانية. ايه اوكي. عليك. بيرجع نايلون طبقة تالتة اذا هيك بده يكونوا. يلا اوكي. قديش بضاينوا قلت لي؟ بيهدوا 4-5 اشهر. 4-5 اشهر ميرسي. تكرمي. يلا حط كل الليمونات هلا. برافو. برافو. شو شاطر. الريحة بتشق القلب. بك
بكفي برش البردقان وبرش الحامض. مظبوط. اوه والله شيء كثير طيب. ليك انا الصراحه اخر مره صرت عم جيب قطايات خالصه مع اني جاي اعملهم كل هو بالبيت، بس انا من بكره رح ارجع اعمل هيدي والله. يا منجيب القالب انا رح نزل هدي الملعقه، انت الملعقه الملعقه ونزل معي. نزلهم منيح، يعني ما تخلي شيء. اوه شيء بشهي، شيء بشهي على الاخر. برافو. يلا هلا بنهز وهز، فيك تعمل هيك اوكي، فينا نعمل هيك هزوا ايه هزوا ايه برافو خلص. هلا انا بدنا نزينه. شفت ايش قلت لك؟ هو خلي لي اياه هون 100%. معلش هذه هون وحده ناقصه ولا يكونوا 9 ناقصين. اه ليكونوا 9 يعني اذا 9 اكلتها ضربه كنت اكلتها 9 ضربات. يا الله شو عملك غني لك شغنيه هيك حلوه. طيب هلا انا كل شيء قلدت عيالها ما بعد ما عرفش تقلدني لإلي. شفت يا زلمه شفت. وانا بدك شو بدي اعمل هلا؟ بدي قص وحده بالنص هي اللي انا اكلتها. ايه لا لا استعمل الثاني. شو بدي اعمل؟ منيحه بنلاقي حل، بنلاقي حل والدنيا كلها حلول كلها حلول. يلا غني لي. تعمل مقالب كثير خبروني، ولا شيء عم تعمل مقالب بعدك. ايه والله عن جد لنا زمان كثير مش عاملين مقالب. يلا افتح لي الفرن، افتح لي الفرن. ايه 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 افتح افتح افتح. اوه فات فات فات. اخ ما شاء الله. قول الو. الو الو وي بونجور صباح الخير كيفك الي؟ منيح نشكر الله. معك مدام بويري. ايه كيفك مدام بويري؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. منحييك انت وسيف انطوان. ميرسي ميرسي مدام بويري، احلى 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 مدام بويري بالعالم. ميرسي ميرسي. في عندك شي سؤال بتحب تساليه ما زلنا نحن اليوم موجودين من المطبخ؟ ايه بدنا نسال سيف انطوان. يلا تفضلي. يلا. بونجور سيف انطوان. بونجورين يا اهلا وسهلا فيك يا عيوني. نعم اهلا وسهلا مدام بويري. عم نعم. بسمع عم بسمعك. يلا حضري. نعم. شي سؤال مدام بويري تفضلي اسالي. بدي وصفه كبه اللقطين. كبه اللقطين تكرمي عيونك. يلا كل كيلو لقطين تسلقيه 11 دقيقه، بتزنيه قبل ما تسلقيه، بده بين ال 200 و 250 جرام برغل ابيض ناعم وبصلة صغيرة، بتحطي له شوية ملح، شوية بهار أسود حلو، وفي ناس بحطوا له شوية كمون، بتدعكيله مليح مع بعضهم. البرغل بده يكون إما قبل بنهار مغسل، ولو غسلتيه وعصرتيه ما بيزبط، بدك تغسليه غسيل ما تنقعيه، ودغري من قبل بنهار وترجعي تنشريه هيك بيمشي حاله. تكرم عيونك. يلا حالك رح نحط البصل. هلا شربت البصل هلا. أوكي. يلا. بس تتعب حط الملعقة هون. حاضر. إذا تعبت. هلا شكله مش رح نتعب يعني. إيه أنت بضاي. أنت بضاي. يلا رح إجي أنا بهالوقت. خذ راحتك. قطع الباذنجان. أوكي. وأنا عم قطع الباذنجان لمربعات، يعني توقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا مع أحلى الياس منصور. شو هالبصل الحلو عندك؟ شو هالبصل الحلو؟ شفت مالها بصلات طلعوا؟ غير شكل غير تبارك الله. يلا هون عم ساوي شربت البصل مشان ما تضيعه، لانه شربت لانه ساعة باذنجان بدها زي الزيتون، هون حاطين زبدة. اوكي. حطينا زبدة جولدن بليت كمان. يلا. يلا. حرك البصل. هلا عم حرك البصلات. أنا هون قطعت باذنجانات خلصوا، وهولي عجلي. وهول البصلات عم يتم تحريكهم بهيدا الوقت المناسب الجميل. غير يعني وقت شوف غير وقت ما بيزبط. رح اقول لك شغله بتقولها على صاله، وبتقول بتقول شغله كثير مهمه، انه البصل كثير مفيد للانسان، بينسي اللي حصل، وكربوز وحباب وصوته حلو، وبيقول هالشغله كثير بحبها، وبتقول
اللي قبلك صرت تقول له اسألني على جديدك. هي شو رأيك؟ هلا حطينا الطحين، يلا كمل. البصل، انبسطت انا، انبسطت. يلا والزيت، والزيت، والزيت. يلا كمل لي وصفة أصالة، كمل لي وصفة أصالة. بنرجع بنحرك هون كثير منيح، وبنحط الكازو مع بعضه، بنشد 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 بنشد. ايه بس انتبه لا تفلت ايدك وكوعك عشان انت كنت انسان تعبان. وبدي اقول شغله كثير مهمه، وبتقول لو ما رجعتش لي في قلبك تاني هنا، هي لو ما حلفتش اني ثانية في بعض السنة، لو ما منتش اني البصلة بتهمنا، ما بقاش انا. هي شكرا. شو رأيك؟ ما نزلت معه، ما شفتيش نزلت مع الغنية، نزلت. يا خز العين على الريحه. ايه بتحط مواد عطريه معه هون؟ يعني بحطوا لهم مواد عطريه. مزبوط. إيه حطينا. هلا انا بالبيت بحط لومي وقرفه وبصله وشو اسمه، بهار ابيض. خلص مش الحين هيدي هيك رافس، هيدي طلعت قرفه. اوكي. هلا في كبش قرنفل، في بهار حب. لك وين؟ اها ليك شفتون بهار حب، نصفيهم كلهم. بنصفيهم كلهم. هي مية الدجاج بنحطها مع البصل والطحينة. ايه. والطحين. لأنه على الحل ما بتطلع طيبة. اوكي. قلي شو كنت هيك تحب، شو أكلي كنت تحبها كثير؟ والله أطيب أكلي أنا بحياتي بحبها هي رز على الدجاج. رز على الدجاج. وبعملها كثير طيبة. والله. ايه طبعا. خلص مرت الجاي أنت بدك تيجي تطبخ لنا إياها. والله بعملها كثير طيبة. برافو برافو. بحضر هالقلوبات وكذا، وأنا بعملها بالصفين، ما بحب لا الفخاد ولا الجوانح. بسفين. ايه بسفين، بحس تطلع اطيب واحسن. مش اطيب، هي اريح. ايه اريح يمكن، ايه اريح. تعرف نحن نجوم كتير وعندنا كتير اشغال وهيك. بعرف بعرف بعرف. طيب في شو اكلي مستحيل تاكلها؟ اكلي مستحيل اكلها؟ لا انا حتى الاكل المو حلو اكله. ليك انا فيك تقول يعني، فيك تقول من جماعة الهوفر. بتقش قش تقريبا. لك عمل لك، لك شعني شعمل لك بتنجي قش لتشبع هلا. يعني فيك تقول هيك شيء. يلا هلا نيه بك تعطيني الوصفه على طريقه نجوى كرم. تعطيك الوصفه، وصفه شو؟ رز على الدجاج. لا وصفه الغنيه انت بك تنقي. طيب بس لنقول له لاني هون انه عم نحط زيت زيتون. لنبلش بشو؟ ما نبلش بمسقعه الباذنجان. باذنجان هلا هي الباذنجان في ناس بيقلوه لشو عزيب القلي، فينا نحط بالفرن وفينا نحط دغري هون. ايه معك حق. انا مثلا أشو. انا بحطهم بالفرن. ايه؟ انا بشيل دغري الباذنجان وبعملهم بالفرن احسن. هي بصل، يلا هي بصل مع زيت الزيتون صح؟ مع زيت الزيتون. اها يعطيك ملعقه تحركهم فيها مول معروف. يلا يلا. شو عم تحضر مسلسلات على رمضان ولا مش عم تتابع شيء؟ بلك كان عندنا بالاول اول 15 يوم بعدين عم تابع تاج على الجديد. انا بعدين ما عادش لحقت. ونجمة حب، نجمة حب حلو، نظرة حب. يلا حرك لشوف. برافو برافو. ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو بونجور. بونجورين شيف انطوان. نعم يا اهلا وسهلا فيك على الجديد. المسيح قام. حقا قام. طول عمرك. تسلمي كلك ذوق شيف انطوان. رمضان كريم. نعم ميرسي. وايك اكيد رمضان كريم شيف انطوان. شو عيوني؟ انا الماما كثير بتحضرك وكثير بتحب. سلمي لي عليا. بخير اول شيء. ثاني شيء روحت الحلقه علي هلا اثنين قد ما انطرت على التليفون. ليه حلقه شو روحت علي؟ انا ما عندي هندي وقالوا لي في تلفزيون وما بعرف شو براك. ايه يعطيك العافيه. فهمت عليكي. في فيكي ما تطفيه بس بدك تخففيه على الاخر. ايه ما في هندي. شيف انطوان. نعم. بدي نصايح، بس بدي نصيحه منك. أنا ما بحب الطبخ. نعم. ما بحب فوت على المطبخ. بدك 15 يوم معي بتصير تحب الطبخ وبتصير تحطي. لا بيعطيني كم نصيحة هلا قبل ما اجي لعندك. نعم. برك بجرب. يلا أول شيء بدك يكون عندك ثقة بالأكل يلي تعلمتيها إنه أنت تحضريها وتنجح معك.
بس تحضريها وتنجح معك وكل اللي عم ياكله قولوا واو. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ جنات. يقولوا واو جنات شو اكلها طيب. واو يسلم لي جنات شو اكلها طيب. ساعتها بتصيري بتنبسطي، تاني نهار بتعمليها على حب اكثر. مظبوط. وبتتعلمي اكله، ثالث اكله ورابع اكله وخامس اكله، ومعك معك بيمشي الحال. وهيك اكلات جنات بيجننوا. بس هي يعني النصيحه هذه هي الاهم شغله. الكريمة بدك ابعتك تعملي دورات لشو احضريني على طول على الجديد، وهي احلى دورات. عم نعلم نفس الشيء. طيب اوكي، ينعاد عليكم بالصحه. تسلمي كلك ذوق. ميرسي. تسلمي. والله شيف انطوان معك حق. انا بقول شغله كمان كثير مهمه، لازم يكون واحد عنده فن. فن يعني يكون واحد عنده شوي فن بالطبخ، ويكون كريم كمان، يعني مش يكون بخيل. حاطط لي شافت بهار بكل الطبخة، بده يكون واحد كريم بالطبخة لحتى تكون طيبة. يعني حط لها ست سبع ملاعق يعني. ايه بعمى خيي، ما لحتى واحد يستلذ بالطعمة. نعم. الله ريحتنا بدنا حمام من كعب الدست. شو عندك؟ يلا يلا، ما حدا ياخد معه شيء. معك حق. هلا بدي اعلمكم على طريقتين مثل المدام جنات اتصلت. يلا مدام، فينا نعمل نحط شوية زيت زيتون، شيء بسيط هيك، منحط باذنجان. منحطهم كلهم؟ لا. كلهم ما بيروح، بنحط صينية تانية. بس انا بدي اعلمهم قسم بالفرن وقسم بلا فرن، يلي ما بده فرن كمان بيمشي، مش انه الباذنجان بس بيمشي هيك. هلا هي على الفرن. يلا. مش ضروري ملح، على الفاضي التمليح. ايه اخر شيء التمليح صح؟ لا بالاكله، بالاكل بيمشي حاله. هلا انا عندي مشكله صغيره بالاكل، لو قلت اكله بيطلع مش مالح، ما بعرف ليه ما فيهوش ملح. حط له ملح بصير فيه. حط ملح بس بحس انا ما بحبش دول الان. هلا هون شوف شو بدنا نعمل. بنحط الثوم، بتحب الثوم؟ اوه ساعة. يلا شرحات بنقطعهم كمان. نبعيد مبينين لوز قد ما مقطعين بطريقه بروفيشنال. شو لكن شفت كيف؟ بصل وثوم. بدك اختي تاكل بصل وثوم؟ اي والله لا يضوي راسها. لا ما يضوي. اختي عم تاكل لا بصل ولا ثوم؟ ما يضوي راسها، يضوي ودني عيونها هيك يشعوا شعر بروجكتورات. برافو برافو. يا بارك الله فيك يا شيف انطوان. حبيب القلب حبيب القلب. يلا مين بدك تقلد لنا هلا؟ يلا مين بدك اقلد لك؟ قلت لك عبد الله بالخير. يلا يلا شيف. بس لك قبل ما تبلش قول الو. الو الو. ايه مرحبا. ايه بونجور. صباح الخير. ينعاد عليكم عبيت السنة. تسلم كلك ذوق. بدي اطلب من الشيف انطوان بدي تتبيله للدجاج، دجاج شاوي فخاد. يلا تكرم عيونك. لنفترض عندك 2 كيلو فخاد. اول شيء الفخذ تبي يكون مطاول، بدنا نشقه من هون على المفصل، واذا بتعملهم اثنين احلى، واذا ما شقيته شقه هيك وخليه مربوط ببعضه ليفوت عليهم نكهه. بترجع بالسكين بتخزق هيك شوي وبتخزق هيك شوي. بتحط فنجان قهوه عصير حامض، فنجان قهوه خل، ملعقه صغيره ونص كزبره يابسه، زعتر بدون سمسم وسماء ملعقة صغيرة، ملح ملعقتين صغار، بهار أبيض أقل من ربع ملعقة صغيرة، برج جوزة الطيب شوي صغيرة، كبشة رنفول شوي صغيرة. هلا فيك تحط لهم 3/4 الكباية لبن، أو فينا نحط معهم ملعقة كبيرة من البندورة، رب البندورة. تحركهم منيح مع بعضهم، نقعهم 5-6 ساعات وبيطلع عندك احلى فخاط. بيقولوا لك قط. يعني توقف عم حتى على نيه ونتابع حلقتنا عبر الجديد. ونتابع حلقتنا عبر الجديد. شو خبرني شو عم يصير؟ اه باطل بتكون حرقته. لا يا خيي لا، ليش بدي احرقهم؟ اه معك حق، نحن ما بنحرق شيء. برافو برافو.
لا شيف انطوان انه انا لو كنت اليسا بس انه انا بعرف اطبخ عرفت نتيجه انا مين انت اليسا اتس اوكي والله في غنية بحبها كثير بتقول انا مش صوتك تتسكتني ولا نسر بجانح مكسور انا يا ما الدنيا بكتني يا ما الدنيا بكتني وعرمادة عرمادة عرمادة عمر تقصور شو الصوت الحلو يا اليسا مرسي ناخد اتصال الو 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 بونجور بونجور صباح الخير قول اليسا ايه بونجور معك اليسا تفضلي يولاند معك يولاند شهدة ايه تشرفنا تفضلي شو عندك لو اول شيء ينعاد عليكم مرسي. ولو سمحت بدي وصفة الفريكي اوكي تكرم عينك وصفة الفريك انا ما بعرفها بسيطة انا هون لساعدي لانك خذ الموقف يلا هي تحرك ولا وصفة الفريكي للمدام لست ليولاند تكرم عيونك فينا نعملها على لحم او دجاج تسلق اللحمة او الدجاج مع مواد عطرية من بعد ما تشيل الزفرة بتحطي شقفة زبدة على النار بتحطي فوق منها بصلة مفرومة كبيرة ناعمة بتضيفي من بعد ما تتقلى وتاخد لون بتضيفي لقلها لحمة مفرومة خشن عم بعطيك لنص كيلو فريكي بطعمة خمسة أشخاص 300 أو 400 جرام لحمة مفرومة خشن بس تتقلى اللحمة مزبوط بتضيفي كزبرة يابسة ملعقتين صغار كراوية ملعقة صغيرة ونص كمون ملعقة صغيرة فهر أسود حلو ملعقة صغيرة قرفة نص ملعقة صغيرة ضيفي لها الفريك المنقوعة ومغسل منيح على شيء لازم تنقع ساعتين بتضيفيها فوق منها ومن مية الدجاج أو اللحمة بتضيفي عليها بتتركيها على نار خفيفة 45 دقيقة بتسكبي الفريك بجاط بتحطي فوق منها اللحمة المقطعة أو الدجاج بتقلي لوز أو كاج بتحطيهم فوق منهم وبقول لك ألف صحتين إلا ألف صحتين ألف صحتين صحة وهنا صحة وهنا هون إلنا يلا قسم إذا بدنا نقلي فينا نقلي وقسم بالفرن أوكي نحن هونيك بالفرن هيدا قسم التاني هون هون وقسم الأوليني بالفرن لكن ماشي على الطريق قسم الأوليني أوكي تمام يلا حرك شوي شوي على بيدبلوا حرك صباح الخير معكم الشيف شيف شوفي أنطوان تحية لصابين ولا اشتقنا لها كتير هون عنا شوربة البصل هلا قربت تخلص اوكي اوكي بدنا نطحنا عمك تطحنا؟ ايه نطفي النار عنا شو ضلك تحرك شوي شوي يلا فيك تقلي المكونات اللي بيطلع على بالك قولوا يلا المكونات تبع ساعة الباذنجان عندكم باذنجان عندكم 2 كوب بسلوق حمص 2 بصل حب وسط 6 حصوص ثوم 4 حبات بندورة حمراء 2 ملعقة طعام صلصة البندورة وعندنا كمان فنجان قهوة زيت زيتون ملح بهار أبيض وقرفة ناعمة ولمن يرغب القليل من الحر لمن يرغب كيفني معك؟ يلا اللي شربت البصل هلا قول هونيك شربت البصل شربت البصل عندنا نص كيلو بصل بيرجع في عنا 5 جوانح دجاج مواد عطرية ضرورية وشرحتين زبدة هيك وأربع ملاقع طعام طحين هيك وهيك و 250 جرام جبنة مرزازيلا وملح وبهار أبيض وهيك وهيك كيف معكم الشيف أنطوان عالجديد عالجديد هلا بدنا نسكب الشوربة اوه يا إله الكون بيّن شيء كتير طيب على فكرة يلا كمل جاتو بالتمر جاتو اوكي وكمان عنا الجاتو بالتمر عنا رشة فانيليا كوب سكر 3 ارباع كوب عصير برتقال برتقال دخلك ولا هاي قلت لي انت الثاني شو اسمها برتقال لا واحدة ثانية
بلا نوع ليمون تاني سينا. شموتي اي واحد هو ورشة برش حامض وملعقة صغيرة برش البرتقال على الجديد. برافو برافو شو الشاطر انت. طيب كمل يا خي بعد فيه وانا خلصت. اوكي المكونات عنا 5 بيضات اوكي اليسا وعنا 200 جرام تمر وعندي نص كوب زيت نباتي. حط البقدية لعنانا اليسا ونص ملعقة صغيرة هيدا البيجن باودر و150 جرام كاجو 150 جرام زوز 150 جرام لوز 150 جرام حب 150 جرام. انا بتمايل على البيت انا بتمايل على البيت انا بتمايل مشغولة شغلنا عليك انا بتمايل على البيت. الله يا اليسا الله. كيفني معك كيفني معك بتجنن. كان وقعد طنزع ازري وكنا احترقنا. لا شاطل انت ما بتحترق. ليك عندي نفس ايه مش عاطل ايه لا نفس خلاص مقلع مقلع والله نيالة بقى تتجوزني ايه اكيد بدون شك. هلا حطينا هون سكبنا يلا حط على كل وحدة هيك وحدة وبالنص كل وحدة وحدة ها بالنص. برافو. شو شورة بصل؟ قال له كل شورة البصل وانسى اللي حصل. وايدي عزلي وايدي عزلي. يلا انا احط له وحده وانت بتحط لي الباقي. اوكي هيدا شو جبنه هاي جبنه هاي قلت لي موتزاريلا. اه ايه مزبوط صح بدها تقوم هيك. اوه هيك هلا بتدوب. والله كريم يا شيف انت بكسي. يلا حط هودي على 3 بقى. يلا ها وهيك مثل ما يكون شايفين مستمعينا ومشاهدينا الكرام هاد الجبنه عصارة البصل. يا الله على إذا بقي شاب قصمون قصمون إيه يلا أنا رح حطيت لهم منيح قصمون على تبعولك. أوكي أوه معنا شي اتصال ولا بعد؟ بعد يلا بزيادة نزلهم هون يلا هون هيا يلا 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 ودي على الجري عندي يلا عزلة. لا قول عنا سبارتن مقدم لها اوريكس وجرماكس تغرب ينطق. اوه يلا هاودي شاو هاودي نشاو نشاو فينا نضيفهم هون يعني هيك بالطريقة يعني مش الناس يقولوا لي اوكي شربنا شرب زيت وعمل زيت ولا الزيت يعني هيدا صحيح دي اكلة صحية صح 100% ما فيها لا قلي ولا زيت ولا شيء كله شوي وطريقة وأطير مسقعة 100% هاي مش خليك تمسكها لأنه هاي دي مسقعة الباذنجان. يلا حركها هلا هلا منحركها منحرك المسقعة الباذنجان ومنضيف منها الحمص. أوه. ما تخبصها حتى تحريك تحريك فينا حمص يلا. حمص حطينا البندورة قبل صح بندورة منحركها اوه اوه حفوت هيدي على الفرن بس رح اخذ اتصال قبل قول الو 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 صباح الخير تفضلي شوف انطوان بدي اسالك سؤال. نعم عيوني تفضلي. الفطاير بالسبانية بتتفرز؟ نعم تتفرز بس يفضل انه بتحطيها على صينية مثل هاي لوحدها مثل ما كنت عم بشرح هلا بتفرزيها 3 ساعات بتشيليها بترجعي بتضبيهم بكيس مجلدين مع بعضهم بيهدوا عندك 5-6 أشهر. تكرمي مدام. وهو اللي حركناه هون صاروا بالتحريك الجيد. هلا عنا بالفرن اللي بالجاتو لنفترض لنفترض انه احمر وجهه اوكي وبعده من جوا ما استوى اوكي بنقص ورقة زبدة او ورقة الومنيوم اللي بدنا اياه اوكي وبنحطها جوا بنفتح شيء بسيط بسرعة وبنحطها هيك. هيدا اذا استوى وجهه والقالب من جوا ما استوى ما استوى اوكي يعملوا هاي الطريقة بس في هوا جوا بنطفي الهوا يلا وهيك بنكون طفينا الهوا
جوا ونرجع منحرك لمسقعة الباذنجان. يلا جيت لعندك هلا. اهلا وسهلا. بنحط ملح. ملح وبهار. وبهار. بهار شو بدنا نحط؟ فيك بهار اسمر فيك بهار ابيض. اوكي. انا حطيت في بهار ابيض بحبها تعطيها لدغه هيك طيبه. فيها نتفة حر بيكون. أوه. شوي. انا كثير بحب الحر. لدغه. شوية قرفة. هلا بعد في شيء اساسي ما حطيناه. يلي هو صلصة البندورة. صلصة البندورة. ملعقتين اللي هي بتعطيها، وفينا نستغني اوقات اذا ما كنا بموسم البندورة عن البندورة ما بيأثر. اذا ما كنا ايه انا بحب الرب بالاكل. ما انا مشان هيك ما ايه الرب بيعطيك شوية دسامة يعني. يلا نحط لها شوية مي. حركها لشوف هلا. وهلا هيك بنحركها شوي. بدكم تاكلوا اصابيع ايديكم ولا هالاكل اليوم. اوه حرك حرك ما تخاف. بناخذ اتصال. الو حرك. الو مرحبا. مرحبا. معك ماجده من البقاع. شايف بدي اسالك قالب الكيك بس نحط له كربونات؟ اذا مقطوعه من البيكون باودر ايه. اوكي بس يفضل بيكون باودر. اوكي نفس الكمية. نفس نعم. الكمية بس اذا كنت مقطوعة من البيكون باودر. نعم اوكي. في اكلة اسمها سوبريم هي بالدجاج بعتقد بيعملوها، بتقدر تعطيني مقاديرها كيف؟ اوكي سوبريم دي فولاي. ايه مش هيك؟ اوكي ايه. جيبي صدورة الدجاج هي بتنعمل بصدورة او في فخذ كمان مقطع، تسلقيهم بالماي، بتشيلي الزفرة، حطي معهم مواد عطرية، بصلي جزرة، ورقة غارة، والقرفة بشيلهم فل. فرجيني حركة حركة صغيرة صغيرة اشوف المي فيها قد ايه منيحة. ايه منيحة المي. ما بدي بقى ترجع بهالوقت وتتركيها لتطلع ليصير عندنا خواص بقلبها. من بعد بالساعة من الغلي مع المواد العطرية بتجيبي 50 جرام زبدة 40 جرام طحين، حركيهم شوي مع بعض نص دقيقة على النار. صيري ضيفي مية الدجاج شوي شوي عليهم، ضيفي شوي شوي عليهم ليصير عندنا صلصة كثير حلوة. جيبي فطر حبة كاملة صغير، قطعي الوحدة لأربعة ضيفيها عليها. بتجيبي جزر بتقطعيه، نحن في اصطلاح مهني بنقول له بطنيه، يعني بطول 2 سنتي ومنقطعه جانبي هيك، من هون جانبي ومن هون جانبي. بس تبلشي باول جزره جانبي هي بتكمل معك. تسلقي الجزر على النار 4 دقائق، ترجع بتضيفي فوق منها البازيلا، تستعمليهم مع الفطر، بتحطيهم فوق منها، بتقدم حد منها رز مفلفل على النار وبيطلع عندك اطيب سوبريم. تسكبي الرز بالصحن، حد منه الدجاج مع الصوص مع الجزر والبازيلا والفطر، ومنقول لك الف صحتين. الف صحتين. انا صراحه بفضل استعمل البوكن باودر احسن. ايه هيدي النار اقوى. انا كنت جاي اقول لك بس قلت انا بلا ما اتدخل احسن ما يقول لي ليش عم تتدخل. انا يلا مش يلا معلش. لا لا حبيبي انت حبيبي، ما تزعل ما تزعلي ما تزعلي حبيبتي انت. اوه يا باطل. طب احلام ما عملت لها شغلني. احلام تحب الاحلام؟ اكيد مين ما بيحب الاحلام. اسمع هذا الكلام بيقول قولي عني ما تقول، صابي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العناب حامد عنه يقول. قولي عني ما تقول، صابي كم صعب الوصول، واللي ما يطول العناب حامد عنه يقول. والله يا شيف عطون عم فكر سياقتك معنا على الستاند اب كوميدي، انا بغني وانت بترقص ترقص خلص وهيك بنقبر الفقر. يلا يا الله والله هالاحلام. قول الو ست الستات. الو قول. الو على طريقه احلام. الو صباح الخير. معك الفنانه احلام. صباح الخير. بونجور مسيو الياس. صباح الخير. انا بدي لك انه انا كثير بحبك. ميرسي. شكرا. وانا من الفانز تبعك. مرسي مرسي. وكثير حبيت الغنية اللي نزلتها هلا مؤخرا. مرسي شكرا. اذا فيك هيك تغني لي منها مقطع
وكتير مبسوط ان انت اليوم مع الشيف انطوان. الشيف انطوان نحن كمان كتير بنحبك. تسلم حبيب القلب، كلك ذوق. بس شو الاسم؟ الي. الي تشرفنا حبيبي، انا بتشكرك وانبسطت انه كمان سمعت صوتك. ايه اكيد هلا بنقول هيك بارت منه. ويا ريت شي نهار بقدر اتعرف عليك. ان شاء الله قريبا اكيد. عن جد. مرسي كتير. ولا يا شيف انطوان، عملت غنية لامي. يلا. من شي اقل من شهر تقريبا، اسمها امي خسرت. عن روحها الله يرحمها. ايه عن روحها. يلا سمعنا شي يعني. بتقول هالغنية لح كتبتها أنا ورفيقتي جوال زغاب، تحية لقلب. بتقول كنت مفكر إني كبرت أقوى من هالدنيا صرت، لكن لما أمي خسرت فهمت شو يعني كبر، يعني مش رح لقيكي سهراني كل ما السهر عندك فضفض احكيكي وبحضنك رجع اصغر. امي كانت تضحكي روحها حلوه ملوى البيت، حاسس الحجاره بتبكي متقول عني جنيت. بقعد بقرا كلماتها بحسن معي ضحكاتها، بسمع صوت دعساتها يا ريت بترجع يا ريت. شكرا. اسلم على الصوت، الله يرحم روحها. حبيت هالغنية؟ يرحم كل مرة. حبيب قلبي. قصرت انا جيت لك دايو. كل واحد عنده ام توفية ليك. الام ما بتموت صدقا. عن جد الام بتضل مع الولاد، بتضل مع عائلتها، وقد ما الانسان يكبر بتضل الام تقشع ولدها صغير. مزبوط. الله يخلي كل الاميات، تحية كتير كبيرة لكلهم على الأرض، وتحية للروح يلي كل شخص كمان سبعنا على السما. هيدي تقريبا قربت تخلص. والله هيدي مبينة كتير طيبة. ايه؟ مبينة كتير طيبة. أكيد وصحية. ما في لعب. ما في لعب، ممنوع المزح. آخ شو بدنا نغني لك يا شيف أنطوان بعد؟ هيدا عامل لك شغلة هيك سريعة. وديع الصافي ونجوى كرم، شو رأيك؟ ايه يلا حلو حلو كتير حلو. وكبرنا يا بيي. ايه كتير حلو. اوكي يلا. ضميري مش مرتاح وقلبي مش مرتاح، حاسس اني ضايع ومضيع المفتاح، افكاري قلقاني وعيني سهراني، افكاري قلقاني وعيني سهراني، حاسس انك يا بنتي ما عدت انت انت، حاسس انك زعلاني، حاسس انك تعباني، وعم شوف بعينيك غيوم سودة عم بتشتي هموم هموم هموم. يمكن انا غلطان ويمكن انت غلطاني. الله. حاول ما خبي عنايك والغيرك ما اشكي، بتطلع بعينيك بحسك عم تفهمني من قبل ما احكي، صعب وحدي كف الدرب واخدوا مني فرح الحب، اخدوا صوتي مني سرقوا مني الضحك. شو رايك؟ يعطيك الف عافية فعلا. شكرا. يعني بتحس حالك انه نجوى وفريق وديع انه معنا 100%. هيدا شرف كبير، وتحية لروح الله يرحم روحه لوديع الصافي. تحية كمان لنجوى كرم حبيبة قلبي. الله يرحم روحه لوديع الصافي، الله يطول عمره. هيدا الفن صرنا فن هيك نقص، بس منضل نحنا نكمل نتف صغيرة. اكيد ما رح نكون قدهم، بس نحنا منكمل هذا المشوار. يعطيك الف عافية فعلا. يلا تعال هلا لهون. اوه هلا نيش بدنا نعمل؟ شفت شو خلصت المسابقة؟ هي الأكلة. شو وين؟ كثير منيح. سكب لي اياها هون. يلا ها. وبدنا ترجع تزين لي عالداية بالبندورة. بالبندورة. لابس كفوف وعيل. يلا. عفيك.
ما تكتب مش ضروري كلها تكسكبها. ايه اوكي. عندي ناس بعدين بده ياكلوا. اوكي. هو بس لخمس اشخاص. هول يعني هول بدي اخذهم معي انا. ايه اوكي. طيب اوكي. طيب يا جماعه نادين برنار بيير هادي لكل الاصدقاء ريتا اهلا وسهلا فيكم عندي بالبيت. اليوم هنعمل فطور كثير طيب صراحه. هلا انا هيدي الاكله اطيب اكله عندي بالعالم العربي كله. منزيد بعد شيف ولا منبلش تزيين؟ يلا دقيقه لشوف. يلا على مهلك خد وقتك. هيدا هون خلص. لك شو حلو. لك ريحة الجاتو يا امي. نفوت هيدي محلة. طيب انا رح بلش زين. يلا لا بدك شوي بعد شفتها عن بعيدها. شوي بعد ما شاء الله. شوي زيني بالنص شفتها. يلا. يا كلي. يلا. بعد؟ شوي. هل يكون في كرم عندي. او لك حتى يقدروا يشبعوا. في كرم. ايه. طيب اوكي. يلا. هلا زين. يلا. يلا بنا دور على الدير. اوكي. هيك منزين عالداير البندورة مع الشيف أنطوان من تلفزيون الجديد. يا مش هالقد مش هيك كيف؟ عشوائي مبين هيك. نعم هيك حلوين. شو نعمين هيك؟ طيب ها هلا كنت مبسوط بصوتك الحلو أنا نزعتها هون هيك إيه أنت عادي هون تعي أنت لهون. اوه هيك شو حلو هيك. اوه 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 ويا من الجنة ويا من الجنة. منيحة حتى الوحدة حدها هون. طيب روق هون محلة. يلا كمل ميجانة ما زلت طلع معك ميجانة. يلا يا عضرة شي بشهي. نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع عبر الجديد. وهيك منتابع حلقتنا عبر الجديد. وهيك قلبه الياس منصور هالقلب قلبه هو شاله يا بارك الله. شو هالياس هيدا؟ شو هالياس هيدا؟ بس تفرجوا بس تفرجوا. والله عن جد ما بني شيء. ايه ابو ضاي والله عم فكر اعمل بروجرام. خلص خلص سيك اليوم معك انا. خلص اهلا وسهلا فيك. مش رح محل رح ناخذ اتصال. الو حبيبي شيف انطوان. بونجور حبيبي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك حبيبي. سمير انطوان تفضل بدي اسالك سؤالين بخاطرك. بالنسبه للحمه الشقف المشويه نعم بدي اجيبها عجل ولا غنم للشوي افضل؟ افضل طريقه او افضل نوع شيء للشوي هو الغنم. الغنم. طب بدي بدك تقول لي شو بدي احط لها للشقف مشان احطها على الفحم تنشوى مزبوط ما تطلع قاسي يعني. بس تكون غنم كاستليتا او كعب الفخذ ما بتطلع قاسي بتشويها على نار قويه. شو بدي انقعها بشو؟ بس ملح وزيت في بهار اسود ولا شيء. ملح وبهار اسود بس؟ قبل الشك. بدون ما احط لها زيت او شيء. ولا زيت ولا شيء. طب وبالنسبه لصدور الدجاج كمان؟ صدور الدجاج لا بدنا نقع. بنقع بشو؟ شو بحط لها؟ حط لها لنفترض كيلو. حط نصف فنجان خل، نصف فنجان عصير حامض. لحظه شوي، نصف فنجان خل. نصف فنجان عصير حامض. نعم. ملعقه كزبره صغيره. كزبره صغيره. ملح بهار ابيض. نعم. برجوز الطيب. نعم. وحط معهم اربع ملاعق لبن. أربع ملاهي ده بدي أنقعهم كدات تقريباً أربع خمس ساعات أقل شيء. أربع ساعات خمس ساعات فيك قبل نهار ونهارين ما بيأثر. ونفس الشيء بالنسبة للكفتة نفس الصال نفس التتبيلة كمان؟ لا انتبه الكفتة المشوية؟ كفتة غير شيء. شو بدي أحط لها الكفتة المشوية؟ فيك تستعملها ثلاث أرباع بقر ربع غنم. نعم. تطلع كتير طيبة. حط مع بصلة ناعمة. لا عم بحكي الملح تعيدها مشان الشوي مش عم بحكي اللحمة. ايه ملح بهار اسود حلو قرفة ناعمة بس. بس هول الثلاث. بس ملح بهار اسود قرفة ناعمة. قرفة ناعمة ما بيحطوا لها زيت او شيء. ولا شيء. انا بشوف اوقات مثلا ملاحم بيكونوا عم بيشوا الكفتة بيطلع منهم كتير دخنة هيك. دخنة بيكون هي فيها دهن وهن بيصيروا ليشهوا العالم بزتوا شوية زيت على الفحمات. صح. بيحطوا لك زيت للفحمات. ايه ليشحوا العالم. شوفوا زيت زيتون ولا زيت عادي؟ لا زيت عادي بيكون زيت عادي. لحتى بيكون زيت تبع البطاطا محروق. ايوه احلى واحلى بيشحوا اكثر. والله هي على طول هيك بيعملوها اصلا بحطوا اللي وبحطوا على على تكرم. على الفرن حتى يلا يهب. ايه اوه مش قادر اوصف لكم ريحه الجاتو قديش طيبه. هلا بدي اوصل على البيت رح ارجع عيده انا. هيدا الجاتو ما رح اخده معي رح اترك لك اياه. لا حرام من طعم هالشباب وهالصبايا. انا بدي طعمي اعطيك اياه.
طيب خلص حتى المساعة بدي أعطيك ضل شوي بالجات. هلا أنا بخدهم لغير محل أوكي، بس هذا خدي أعطيك إياه لتبقى تتذكر على طول مع الشيف أنطوان إنه عملت جاتو بالتمر والله وبالجوز والمكسرات هيدي وبالبردقين وبرش البردقين وبرش الحامض مزبوط إيه صح حطيناها شموتي مزبوط شموتي. هيدا الجاتو رح اخده اليوم لكوزينتي اليوم عيد ميلادها اسمها تاتيانا. هابي بيرثداي تو يو. خلص هيدا الجاتو انا مش هنسيه بكل عمري ابدا ابدا ابدا. انا طبخت مع الشيف انطوان وما اخده ما في لعب. هلا خساره ما رح يدوق شوربة البصل اليوم. شايف بدنا اهم شيء كل شيء يكون يتحمل حراره بالفرن. مش حيلا كيسي يجوا يعملوها ما بتزبط معهم. حيلا كيسي مثل وهج الحراره انت واقف حط حراره. انا سامث الاغنيه اللبنانيه نزوه كرم الشيف انطوان تحملني. هيك بده يكون الفرن عم يتحمل الحراره ودرجه الحراره بالاكل نزوه كرم. صحتين صحتين. اوه هلا شو رح نعمل شيف؟ بدنا نرقص رقص شرقي ولا دبكه؟ لا شرقي. اوكي بدنا نحرس ما نحن هون بالشرق. ليك ليك بلا شوربة بصل ليك. اوه ما بده ياكل بده ياكل مزبوط. ليك بلا شوربة بصل ليك بلا شوربة بصل. يلا بعد برا بتربح معنا وليك بلا شوربة بصل مليون دولار. وهيك بتكون من برنامج الشيف أنطوان عنا على الجديد. من برنامج الشيف أنطوان عنا على الجديد. بكرة عنا ضيف جديد أحمد عبلة. كيف كنت اليوم أنت إلياس منصور؟ برحت أنا بكرة ضيفنا إلياس منصور. اليوم بكرة ضيفنا أحمد عبلة. أنا وياك بنقول صوم مبارك وإفطار شهي. منقول لهم باي بكل عم يحضرونا عبر الجديد. باي باي.